في ظل السعي المستمر من قبل الإدارة المدنية لتطوير عملها في المناطق المحررة للفصل بين قتال النظام على الجبهات وبين تحقيق الأمان في المناطق المحررة، تسعى الشرطة الحرة لتولي المهمة وتأديتها على أكمل وجه. قيادة شرطة حلب الحرة نظمت دورة تدريبية استمرت لعشرة أيام، وحضرها أكثر من 30 شرطيا من عناصرها. الشرطة حلب الحرة نظمنا دورات تعليمية للأدلة الجنائية والطلاب الشرعية وكل المجالات والاختصاصات في أمن المنشآت وقيادة المركبات وأمن المركبات ومجلس التفتيش، ويعني فكرة كاملة عن هالدورة اللي تكون مساعدة لنا ونحن فيها. هي كانت فكرة مبدئية وانطلقنا فيها هلا، وإن شاء الله تعالى كنا في دورات قادمة يرفعوا مستوانا. كما شارك فيها قائد شرطة حلب الحرة ورئيس المجلس المحلي وضباط آخرون، وشملت الدورة عدة محاضرات في العلوم الشرطية والجنائية وتنظيم كتابة الضبوط، وانتهت بامتحان حصل الناجحون فيه على شهادات بالعلوم الشرطية. الشرطية للعناصر شرطة حلب، طبعا إن شاء الله راح نطور أكثر، راح نعمل دورات ثانية، خاصة إذا قدرنا نعمل مركز للتدريب ثابت. نحن طبعا قمنا بعدة أماكن في الغربي والشمالي والريف الجنوبي والمدينة، إن شاء الله مستقبلا يكون في مركز واحد وعدد أكبر. إصرار الشرطة الحرة على تحسين عملها وتدريب كوادرها يدفعها باستمرار لتنظيم دورات شبيهة، خاصة مع ازدياد حجم المسؤولية الملقاة على عاتق جهاز الشرطة والدفاع المدني.